مشاهدي وتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، واللي غادي نخصوه لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، جاء فيه تنفي ولاية أمن الدار البيضاء بشكل قاطع المعطيات غير الصحيحة والمشوبة بالتهويل التي أوردها فرع حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وادعاءات مفادها تردي الوضع الأمني بحي التشارك بمنطقة البرنوس. وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن. وبلغة الأرقام، فقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم خلال المدة الأخيرة توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات. وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء المعطيات غير الصحيحة المنشورة والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين وتفتح الباب أمام الإشاعات، لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن بما يقضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان. كان هذا بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ردا على البلاغ الذي أصدره فرع حزب التقدم والاشتراكية، والذي يقول فيه بأن منطقة التشارك تعيش تسيبا أمنيا في الآونة الأخيرة. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.